والتي تتطلب من جميع الوزارات تعزيز القطاعات الحيوية التي تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. فقد جاءت هذه الزيارة التفقدية لأمين الدولة في البترول المكلف بالمناجم والجيولوجيا عمر جمعة موسى ببعض أقسام الوزارة، زيارة شملت قسم السجل العقاري للتعدين ومعمل التحليل المعدني والجيولوجي، حيث استمع إلى شروحات مفصلة من قبل الفنيين في هذين القسمين. البترول ده جاب ريسورس كتير للديفلوبمون هان البي، والمين كذلك هم يعني مادات مهمة وعند فوق فائدة كتير، يجي فائدة كتير للدولة لتخديم هان البرنامج هان شيف دي ليتات. لذلك أن قمنا بتنظيم هذا السكتور ده، واليوم جينا نزوره مؤسسات ده يعني هم دول بس بومو هذا السكتور ده. كما تطرق أمين الدولة إلى أهمية هذه الأقسام التي تسهم في تعزيز قطاع التعدين وإنعاش الاقتصاد الوطني. في مؤسسة يسموه كادستر مينية، الكادستر ده هو بس يعني كان الكادستر بيرفورما ده نظرة دولية يشيف performance هن الكادستر بروك ينوتي بي ده هل نتائج حقه المين ده عديل ولا ما عديل. وننوه بأن أمين الدولة في البترول المكلف بالمناجم والجيولوجيا رافقه في هذه الزيارة عدد من الفنيين بالوزارة.